خلونا نروح دلوقتي على فرع النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد الزميله العزيزه سالا حامد اللي مشكوره، هتعرفنا على اخر الاخبار واخر المستجدات في فروع النادي الاهلي المختلفه وكمان فرقه المختلفه. صباح الفل عليك يا سالا، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ويمكن احنا معاكم النهارده يعني من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر، ويمكن قرر كمان النهارده يا كريم وان هواند ان هو يدي راحه من التدريبات لجميع لاعبي النادي الاهلي النهارده كمان، يعني يمكن امبارح اداهم راحه من التدريبات والنهارده وبكره ان شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم من مره اخرى على ملعب مختار التتش، والتدريب هيكون في الفتره الصباحيه الساعه 9 الصبح على ملعب مختار التتش. ويمكن كمان خليني اقول لكم ان التدريبات يعني هتكون بشكل كبير مستمره لحد موعد مباراه الذهاب من الدور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون امام نادي الاتحاد المنستيري التونسي. يمكن يعني التدريبات هتفضل مستمره بدون راحه لحد موعد المباراه، يمكن كمان لحد موعد يعني اتجاه الفريق لتونس لخوض المباراه اللي ان شاء الله يعني هتقام في تونس يوم 9 اكتوبر من الشهر الجاري. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر أجاستي إبوش. ويمكن مستر أجاستي إبوش يعني النهارده هيكون ليه اخر تدريب هو وجميع لاعبي النادي الاهلي في القاهره على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 8، عشان بعد كده يعني خلاص الفريق بكره هيتجه وبعثه النادي الاهلي هتتجه للكويت، وهيكونوا متواجدين في المطار الساعه 3 العصر عشان يوصلوا للكويت يعني ان شاء الله على بالليل يعني تقريبا الساعه 6. ويمكن كمان خليني اقول لكم ان الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يعني قرر ان هو يكلف الاستاذ طارق انديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ان هو يكون رئيس بعثة الفريق فريق كرة السلة اللي هتتجه لتونس بكره ان شاء الله. يمكن دي كانت من ضمن قرارات مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب في الاجتماع اللي فات، انه كابتن او الاستاذ طارق انديل يكون متواجد مع فريق كره السله وهم يعني متواجدين في الكويت من اجل المشاركه في البطوله العربيه في نسختها ال 34. ويمكن النادي الاهلي هو حامل اللقب وهيشارك في البطوله دي للمره الثانيه على التوالي، وهو في المجموعه الثانيه مع ثلاث فرق. الفرق هي الرياضي اللبناني وميناء اليمني والغرافه قطري. يمكن كمان خليني اقول لكم القايمه اللي يعني استقر عليها مستر أجاستي بوش واللي هتشارك ان شاء الله يعني في البطوله العربيه. البدايه هتكون مع سيف سمير وهو يعني القائد الجديد اللي هيكون مع فريق كره السله يعني للسنوات القادمه، طبعا بعد اعتزال الثنائي يعني الكباتن والاساطير كابتن مودي الجرحي وكابتن ابراهيم الجمال. يبقى كده يعني خلاص الفتره اللي جايه سيف سمير هو قائد الفريق في الفترة الحالية والفترة القادمة. كمان في القايمة هيكون في إيهاب أمين، محمد أبو النصر، عمرو الجندي، عمر طارق، أحمد مهيب، عمرو زهران، عمر عزب، مروان سرحان، أحمد إسماعيل، مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر، والثنائي المحترفين والتر هودج والمحترف يعني اللي قرر إنه مستر أجاستي بوش إن هو يعني ياخده معاه في البطولة العربية عشان يستفاد من إمكانياته، مايكل فاكوادي اللي هيكون معانا بس في فترة البطولة العربية، وبعد كده إحنا هنستمر طوال الموسم الفترة القادمة مع والتر هودج. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اكلمكم شويه عن بعثه فريق كره اليد رجال اللي حاليا متواجدين في تونس من اجل المشاركه في بطوله افريقيا. يمكن يعني بطوله افريقيا يعني زي ما احنا عارفين يا كريم ان هواند بدات يوم الجمعه الماضيه اول امبارح، ويمكن اول المباريات بالنسبه للنادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي فتح مشواره في البطوله امبارح مع نادي فلاورز البنيني، ويمكن المباراه دي كانت في تمام الساعه 8 مساء في تونس وانتهت بفوز النادي الاهلي. يعني بعد النادي الاهلي قدم يعني مباراة رائعة وأداء يعني متميز طوال يعني الستين دقيقة في المباراة، انتهت المباراة بفوز نادي الأهلي بنتيجة 40-11. ويمكن النهاردة كمان هتكون تاني مباراة للنادي الأهلي في بطولة أفريقيا وهتكون مع نادي وفاق عين التوتة الجزائري، ودي هتكون يعني في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على صالة نابل في تونس.
استكمال لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لكم انه فريق الاول لكره اليد سيدات امبارح يعني كان عندهم مباراه مع نادي مدينه نصر في بطوله الدوري، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 52-17. وكده يعني سيدات كره اليد هيكونوا في الفتره الحاليه، يعني النهارده هيكون في راحه من التدريبات، والفتره اللي جايه ان شاء الله يعني جميع اللاعبات هيكونوا في تدريبات فريق النادي الاهلي، بيواصل التدريبات بشكل طبيعي ما عدا يعني نفس المجموعه اللي انضمت لمنتخبنا الوطني الفتره الماضيه تنضم للمنتخب الوطني الفترة القادمة في معسكر مغلق استعدادا لبطولة افريقيا، واللي ان شاء الله هتنطلق في شهر نوفمبر القادم في السنغال، فهيفضل يعني المعسكر ممتد لحد شهر نوفمبر. وكده يعني الفريق النادي الاهلي هيرجع لمبارياته مرة اخرى في بطولة الدوري، هتكون يوم 25 نوفمبر، وهتكون اول مباراة ليه مع نادي 6 اكتوبر على صالة الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيرة. يمكن دي يا كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. نشكرك يا سلا جزيل الشكر على هذه التغطيه المتميزه كالعاده.